اذا نرجع للبلانت الاصليه اللي بدينا فيها المره الماضيه، في عندي فيها تو بولز، فالترانسفير فانكشن تبعتها 1 على اس زائد 1 ان سيريز مع 5 على اس زائد 5. هاي الاوبن لوب بلانت بدي احقق فيها الاوفرشوت ما يزيد الاوفرشوت، فالاوفرشوت اذا بدنا نكون دقيقين اليوزر ريكويرمنت هي ام بي بيرسنت اقل من او يساوي 16.1%، فزيتا بدها تكون اقل من او تساوي 0.5، فبيتا بدها تكون 60 درجه، مش هيك؟ زيتا بدها تكون اقل من 0.5، فهاي بدها تكون اقل من، عفوا هذه غلط، هون بدها تكون اكبر من او تساوي، وهاي اقل من او تساوي. اوكي، هذا هو المطلوب الريكويرمنت نحققها. وليش بدنا نرفع؟ بدنا نرفع كي قدر الامكان عشان اخفف السيدي ستيت ايرور واحسن. اذا الديزايرد to have k as high as possible، لانه لاحظنا احنا كل ما زدنا k شو تحسن عندي هلا؟ to reduce rise time و to reduce steady state error. اوكي، كل فاهم؟ فاحنا كانه من الظاهر انه صاحب المصنع قال خفف لي steady state error قدر الامكان، حسن لي الرايز تايم قدر الامكان، ما حدد ارقام، بس اذا سمحت ما يتجاوز الاوفرشوت تبعك اكثر من 16.1%. اوكي، يوزر ريكويرمنت وحده، عندي 1 ديجري اوف فريدم، فالمفروض اني اقدر الاقي جواب، فنحلها على الهاي، نحلها زي ما حلينا المره الماضيه. راح احاول اخذ مربعين الان، اي واحد ما مش راح يكفي مربعين، راح اضطر اخذ مربع واحد، فكل راديان بير سكند راح يكون مربع واحد هون. فعندي هاي راح افترض انه هاي الاوريجن تبع الاس بلين، هاي الجي اوميجا اكسس، هذا هون السيجما، راح نرجع هون، هاي ناقص 1 2 3 4، هاي ناقص 5، والوحدات هون راد بير سكند. ولما جينا وصلنا هدول التنين 1 و5 راح يوصل 3، وراح يطلع عندي الروت لوكس هون على 3 بهذا الشكل. بعدين راح نيجي نرسم هون 60 درجة، هاي الكل واضح من هون وين اجت هاي؟ عندنا المعادلة، ايش المعادلة؟ exponential minus باي زيتا على square root of 1 minus زيتا square بيساوي mp، ماشي؟ الكل متذكر هاي؟ وهاي بتقدر تعكسها، انت عندك الاوفرشوت وبدك تطلع زيتا، وبعدين بدك تطلع بيتا، بدنا نرسم بيتا، فبدنا الآن نرسم 60 درجة. عندي 1 2 3، بدي اضرب 3 في جذر الثلاثة، 3 في جذر الثلاثة شو بتطلع عندي؟ اللي بتطلع 3 5.1 تقريبا، مش هيك؟ 1 2 3 4 5 تقريبا هون. هاي النقطة بتحقق الشرط اللي أنا بدي إياه، وتقع على الروت لوكس. مظبوط؟ ايش الشرط اللي انا بدي اياه؟ او اذا بدنا نكون دقيقين، هم كل هدول بحققوا الشرط اللي انا بدي اياه. مش قلنا زيتا بدها تكون اكبر من 0.5، زيتا هون قديش؟ 1، وهون زيتا 0.5، وهون زيتا كثير اقل من 0.5، بين هون وهون زيتا بين 1 و0.5، فالاوفرشوت راح يكون اقل من كل المنطقه هاي الاوفرشوت. يعني لو حطيت هيك هالشرط المنطقه هاي، هاي المنطقه كلها مقبوله، هاي المنطقة مش مقبولة، هاي المنطقة مش مقبولة. ليش؟ لأنه الأوفرشوت فيها بصير أكبر، بتصير زيتا أقل من 0.5، فالدامبينج بقل فبزيد الأوفرشوت، هاي المنطقة غير مقبولة. بس أنا ما بدي أكون هون، أنا بدي أكون هون، لأنه هون بتعطيني أحسن كي، والأحسن كي بتعطيني أقل رايز تايم ممكن، وأقل ستيدي ستيت إيرور ممكن. إذا هاي هي النقطة هلا الديزايرد، هي إيه الديزايرد؟ هلا هاي اذا كانها بدها تقع على الروت لوكس، هلا هاي بتحقق الشرطين لها تقع على الروت لوكس، هاي الروت لوكس، الروت لوكس راح يتحرك هون بزياده كي، كي عند النقطه، هدول النقطتين شو راح تكون؟ زيرو، وبتضلها بعدين كي تزيد وتزيد، وفي طبعا النقطه هاي بقابلها نقطه ثانيه هون اللي هي الكومبلكس كونجيجيت بير، فهذا هو اللوكيشن اوف ذا ديزايرد، لوكيشن اوف ذا ديزايرد كلوزد لوب بول، وراح احط بين قوسين بولز لانه في بول ثاني بقابل هاي، مش هذه كومبلكس كونجيجيت بير ميرور، هاي بتصير منه. وهاي الزاويه عندي هون 60 اللي هي بيتا،
بيتا بتساوي 60. اذا بدنا الان نلاقي ما دام هاي تقع على الروت لوكس معناها عندي كين زد ماجنيتود زد 1 ماجنيتود تمام. هلا زد ما عنديش بس احنا القاعده العامه بتقول انه زد 1 زد 2 الى اخره على بي 1 بي 2 بي هذا هاي بدها تساوي 1. والخمسه من وين اجت؟ بدنا ننتبه على الخمسه هاي لانه في اوريدي عندي جين هون الخمسة. إذا هذه زد ما عنديش فبتكون عندي هاي خمسة في كي في طول بي 1 طول بي 2. إيش هو تعريف طول بي 1 وبي 2؟ هو الـ distance من الـ desired location of the desired closed loop pole لكل الـ open loop poles. هاي open loop pole فهاي الخط اللي هون وهذا الخط اللي هون هذا رح نسميه بي 2 distance وهذا بي 1 distance. P1 و P2 by symmetry متساويين مش هيك؟ فعندي هاي راح تصير 5K على P1 تربيع بتساوي 1. إذا K بتساوي P1 تربيع على 5. هلا P1 تربيع بإمكاننا نقيسها من هون. الطول تبع هذه بيطلع 4 point أو بيطلع معي 4.8 مضبوط 4.8 3 هذا بيطلع معي معقول هاي تطلع 4.8 بس طب خلينا احنا نقيسها. قلنا هاي المسافه كلها هي عباره عن 3 مش هيك. هلا هذا الطول على هذا الطول بعطيني تان ال 60 مش هيك. قديش تان ال 60؟ تان ال 60 جذر 3 جذر ال 3 مش هيك. مظبوط مظبوط جذر ال 3. اذا هاي بدي اضربها هاي المفروض هذا الطول يكون 3 في جذر الثلاثة. بلا اضربوا لي الرقمين انا كني ضاربهم غلط الرقمين. قديش؟ 5.19 هذه بتساوي 5.19. اذا هذا الطول اللي هون راح يصفي 2 مش 3 2. اذا راح يصير عندي P1 بيساوي الجذر التربيعي ل 2 تربيع زائد 3 جذر الثلاثة تربيع مش هيك؟ فبصير عندي 4 زائد 3 في 3 في 3 9 في 3 27 مظبوط انا حسبت هيك 3 في 3 27 ويساوي جذر 31. قديش جذر ال 31؟ بده يكون تقريبا بحدود اقل شوي من 6 مش هيك واكثر من 5. 5 وقديش؟ 5.56 اوكي. هلا احسبوا لي هاي. اذا 5.56 تربيع بترجع 31 مش هيك؟ فبتصير 31 على 5 وتساوي 6.2 مش هيك؟ إذا إيش يعني 6.2؟ إيش هي 6.2؟ وين بحطها؟ هي مباشرة رح نحطها هون. ها رح أجي أول بدي أبني كنترولر وأحط الجين تبعها هون 6.2 وراح أسكر هون اللوب وراح أحط هون ستيب فانكشن رح تدخل عندي ستيب فانكشن لما بدي وهذه ماينس وهاي بلس وراح أجيب هون على البلانت إيش رح أركب؟ سنسر والسنسر رح أفترض إنها إنها واحد. المفروض هذا السيستم الان اذا شغلته ودخلت عليه ستيب فانكشن الاوفر شوت تبعه يساوي بالضبط 16.1% وراح يحقق لي اقل رايز تايم ممكن. عندي هون 1 ديجري اوف فريدم 1 ريكويرمنت لازم يطلع معي حل واضح. احنا الحاله الثانيه لما كان عندي رايز تايم واوفر شوت ممكن يتحقق ممكن ما يتحقق. ما عنديش غير 1 ديجري اوف فريدم بحاله البروبورشنال كنترولر اللي هي ايش قيمه ايش قيمه كي اوكي.